أصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بيانا مشتركا أمس الخميس، قالت فيه إن حكومة قطر رفضت قبول شروط استئناف العلاقات الدبلوماسية التي اقترحتها الدول الأربع، لذلك فإن المطالب تعتبر لاغية، وتوعدت بفرض المزيد من العقوبات على الدوحة في الوقت المناسب. وأكد البيان أن الرفض القطري ما هو إلا دليل على ارتباطها العميق أو ارتباط قطر بالمنظمات إرهابية، وأن الدول الأربعة تمتلك حق فرض عقوبات جديدة عليها واتخاذ جميع الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية في الوقت المناسب لحماية نفسها مما سمته بالسياسة العدائية لقطر. كما لفت البيان إلى أن كشف قطر عن محتويات قائمة الطلبات عمدا هدف إلى تقويض جهود الوساطة الكويتية وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية.